اوكي سشير، واضح عندكم؟ نعم دكتور. جيد زين. احنا هسه المحاضرة مالتنا اليوم the use of radiograph and detection of dental caries. ايش تتوقعون يعني dental caries في شيء زين بحياتنا لو في شيء مو زين بحياتنا؟ كيف مثلا يا دكتور؟ شلون مو زين؟ اذا مو زين احنا كان شو اشتغلنا؟ صح دكتور. زين دكتور، ها زين، لأن هو يساعدنا على إنه نكتشف أكو فد خلل، يعني حتى نعالجه أكو فد مرض. هو مو مسألة يعني نكتشف انه اكو خلل، وإننا نساعدنا انه نقدر نفتح عيادات، ولا اذا ماكو كاريز اصلا ما نقدر نفتح عيادات. هو نو بين نوجين يعني. زين هيك يطلع شكل الاكس راي، الكاريز العفو بالاكس راي. زين هذه الصورة جبناها من المحاضرة مالت البايت وينج راديوغراف، فالصورة كلش حلوة موجودة على الانترنت، اللي هي توضح لك انه في خصوصا في البروكسيمال كاريز مرات الكلينيكال اكزامينيشن يكون مو كافي انه تكتشف هذا السن بديب كاريز، بينما هنا هذا نفس السن من ماخذيه لراديوغراف شوف الحجم مالت الكاريز اللي ظاهر على شكل راديو لوسنت. زين ومن جوه حفرة والسن ونظفوه شافوا لا انه هذا البروب صار عنده اكسبوجر، فاضطروا انه يفتحون البولب تشامبر ويسووا له عنده دونتك تريتمنت. فاذا هنا الراديوغراف مهمة بالديتكشن اوف دنتال كاريز. زين برا من يروحون ما يدزون المريض على على بانوراميك راديوغراف، يدزوه على فتشي يسموه فول ماوث سيريس اوف راديوغراف اللي احنا اخذناها في الفصل الاول، اللي هي انه ياخذون فد ثلاث اكس رايات برابيكال فور انتيرير تيث للابر، ياخذون بايت وينج اثنين للرايت بايت وينج اثنين للليفت، نفس الشيء لللور، ثلاثه برابيكال راديوغراف على شكل يعني ضروري انها تكون بارالينج تكنيك للانتيريور لور، وايضا اثنين بايت وينج، واحدة للبريمولار واحدة للمولار للور للرايت وللليفت. فاذا من راح يعرضون هذه الراديوغرافات كليتها بصورة واحدة اللي هي يسموها هاي فول ماوث سيريس، راح تجي انت تسوي اكزامينك للكونتاكت بوينت. اول ما تجي تلزم الكونتاكت بوينت مالت كل التوث، كل التيث اللي موجودات، تفحصهن، تفحص الجنجايفال مارجن اللي هي ما راح تبين بالراديوغراف، بس انت تتوقعها انه هي فوق الليفل مالت البون فد 1 مليم. تسوي اكزامينيشن للدنتين جاست ابيكال تو ذا اوكلوزال انامل، يعني من الانامل مالت كل الاسنان تفحصهن وتشوف الدنتين جوا الانامل اكو بي راديولوسنسي لو لا، اذا اكو معناته indicating occlusal radiograph. زين والكونتاكت بوينت تجي تفحصها مال كل الاسنان اذا اكو radiolucency indicating proximal caries. تجي تسوي فحص للدنتين اللي بالميدل middle of the tooth for the around radiolucency indicating buccal or facial or lingual caries. هسه راح نجيهن وحده وحده نشوفهن. هذا بهالصورة هذا يطلع الفول ماوث سيرفيس اللي هي فد بايت وينج راديوغراف بارالينج تكنيك للانتيرير تيت لور اند ابر، ونجي ناخذ ايضا همتين بارالينج تكنيك او بايسكتنج تكنيك للبوستيرير تيت، وتجي تفحص سن سن ابتداء من الكونتاكت بوينت وشوي نريد جوا الكونتاكت بوينت اكلوزال سيرفيس، وتدور هنا نخاف اكو راديولوسنسي بنص التوث اللي هي يعني معناتها انه اكو بوكال او لينجوال كاريز. زين ليش ما ناخذ بانوراميك راديوغراف على مود نسوي ديتكشن للدنتال كاريز؟ هسه هذه اسباب راح احكي لكم اياها هسه، بس هي راح نرجع ناخذها لما نجي نشرح المحاضره مالت البانوراميك راديوغراف. اول سبب انه لازم اكو انهرنت
overlapping between teeth، وهذا الاوفرلابينج ما راح يخليني اسوي دايكنوزس صحيح. يعني شنو؟ يعني دائما يطلع بيها اوفرلابينج بالبانوراميك راديوغراف، وهذا الاوفرلابينج ما اقدر اني اوخره، خصوصا بتوين بريمولر. فلذلك هذا يأثر لي على الدياجنوزس مال الدنتال كاريز. زين، هذا واحد من الأسباب اللي متخليني أنه آخذ البانوراميك للملف. بس هو هسه حاليا هواي مثلا العيادات، من أول ما تروح له يقول لك روح أخذ لي بانوراميك، بس that's wrong. المفروض أني أخذ له بايت وينج راديوغراف وليس بانوراميك. زين، واكو بعد شغلة الأخرى، دائما الانتيرير تيث بالبانوراميك ما تكون واضحات. ليش؟ لأن يطلع عليها الشادو مالت الفيرتبرا، ذني مالت العمود الفقري، تصيرا على الأسنان الأماميات، فلذلك ما يكون واضحات بصورة جيدة. بس هو ممكن أنه بس للمولارات. بس أنا أجي أخذ مثل هذا اللي هسه شفناه اللي هو الفول ماوث سيريس، أو على الأقل أخذ لبايت وجراتيغراف للبوستيريور تيث، هو يكون أفيد من إنه أنا أخذ لبانوراميك راديوغراف. زين، مو بس أجي أفحص الأسنان والتسوسات، أكو أشوف هل أكو بون لوز يطلع لي. إحنا قلنا بالبايت راديوغراف واحدة من الأشياء اللي استفاد منها إنه إذا أكو بون لوز، وهذا البون لوز بنوعيتين الهوريزنتال والفيرتيكال. لذلك اقدر انا اشوف الليفل مالت البون اذا اكو فد انكريز بالبون لوز، معناته اكو بريدنتال ديزيز. زين، اذا اكو يصير انكريز بالبون لوز فد مكان معين سببه انه مثلا اكو اوفر هانج بوحده من الفلنج، او المريض عنده مشاكل بالبريدونشيوم، راح اجي انا ادقق هواي، لانه ممكن المكان اللي يصير بيه بون لوز يصير في شيء يسموه روت كاريز. الروت كاريز راح يطلع على شكل كريسنت شيب، يعني شكل هلالي جوه السمنتو انامال جاكشن، معناته هذا المريض عنده روت كاريز. زين، اذا شفت اني عنده فالنج لازم اروح اباوع جوه الفالنج ادور خاف عنده ريكيرنت كاريز. هسه ذني كرياتين راح نجي نشوف وحدة وحدة. زين، هسه هذه مثلا بايت وينج راديوغراف، اجي اني افحص كونتاكت بوينت، اشوف الكونتاكت بوينت كود مثل هسه هذا سموث، ماكو اكو انتربشن بالانامل. زين، واجي افحص مو بس السن اللي جاي عليه المريض، افحصهم كلياتن، يعني مثلا هذا، واجي افحص اللي بصفه واللي بصفه واحد واحد، لحد ما القى هنا هذا اكو انتربشن، يعني هذا الخط مالت الانامل ما هو اصلا جاي هنا. عود يلا نكمل الخط مالت الانامل، وهذه راديلوسنسي، معناته اكو هنا كيريس. زين، جيت لهذا المريض شفت اكو عنده فيلنج، ورا ما اكمل الكونتاكت بوينت كليتها اروح اشوف اذا اكو فلنك، واحدة من الفلنك هذه اكو جواها راديو لوسنسي، اذن هذا اكو فشي يسموه ريكيرنت كاريز، معناته انه اكو كاريز صاير جوا الفلنك ورا ما سوينا الفلنك. يعني كأنما هذا المكان ما تفرز زين، هذا المكان ما تحشى زين، فصار اكو كاريز جوا الفلنك بين هسه بالراديوغراف. زين، ايضا اجي اباوع الكلوزال سيرفيس والدنتين اللي هو جاست ابيكال تو ذا كلوزال سيرفيس، هل انه اكو كاريز بهذا المكان مثلا حتى يبين، معناته اكو عنده كاريز. زين، بعد شنو؟ مثلا هسه هذا المكان الليفل مالت البون هواية نازل، والسبب انه اكو عنده امباكتد مولر. اجي اشوف هل انه هنا عنده روت كاريز. طبعا بالاشياء الاخرى اللي تبين بال دنتال راديوغراف
اللي هي البايت وينج، تشوف إذا المريض عنده كالكولاس راح يبين على شكل بروزنج أوف راديو أوبك بروزنج، يشوف شي بروزات طالعات من هنا، وعندي الليفل مالت البون راح يبدي يزداد. النورمال هو المفروض من السمنتو إنامال جاكشن اللي هو هذا فد مليمين مليمين، أزيد من المليمين دنيرة معناته أكو بون لوز. هذه هسه تقسيمات، هاي التقسيمات تلقوها موجودة بالعيادة مالت الأشعة مزوقة على الحائط. هذول فد اثنين قسموا التقسيمات مالت الراد مالت الكاريز إلى 4 أقسام، هسه نجيهن وحدة وحدة. زين، هسه عندنا احنا البايت وينج راديوغراف هي الأساسية بالديتكشن اوف دنتال كاريز، وبالإضافة إلها أنا ممكن آخذ برابيكال راديوغراف، بس لازم تكون شرط انه تكون بارالينج تكنيك، شرط انه تكون بارالينج تكنيك. زين، ليش؟ لانه هسه هنا مثل ما نشوف في حالة البايسكتنج تكنيك اللي راح يصير عندي انه اني البليتال بارت مالت الكاس راح يصير اوفرلابد على البكال كاس، وراح يصير بيناتهم مسافة، وهذه المسافة الزيادة بالفيرتيكال انجوليشن اللي نسويه احنا على مود نطلع البايسكتيك تكنيك راح يأثر لي على الصورة. فتشوفون هذا المريض هو عنده كاريز بس ما مبين، ليش؟ لان اخذوا له بايسكتيك تكنيك، بينما من رجعوا اخذوا له بارالينك تكنيك شافوا اكو هاي هنا بالكونتاكت بوينت، اذا دا تلاحظوهم بين المكانين الانامول ما صاير سموث، واصل لهنا صاير بي نوتش وراجع مرة ثانية، هنا أيضا صاير بي نوتش شويونة وراجع مرة ثانية، هنا معناته عنده دنتال كاريز لكن ما بين، لأن احنا أخذنا له بايسكنيك تكنيك، بينما بالبارانيك تكنيك يكون واضح جدا. زين، شلون أعرف بعد إنه هذا مو بارانيك تكنيك؟ شوف بالبارانيك تكنيك الليفل مالت البون الحقيقي طلع عندي، بينما هنا كان الليفل مالت البون هذا مو الحقيقي، شوفه واصل لهنا. والسبب انه الراديوغراف جايتني بزاوية على الفيلم، ما جايتني بارالينك وياه. زين، فاذا البايت وينج راديوغراف هي الاساسية بالديتكشن اوف دنتال كاريز، وهاي البايت وينج راديوغراف اللي احنا ناخذها لازم تكون الفيرتيكال انجليشن مالتها مضبوطة جدا بحيث تطلع لي الريال ليفل مالت الاسنان. ايضا الهوريزنتال انجوليشن عندي همينة مهم، ليش؟ لانه من يصير عندي اوفرلابينج راح يصير بالطريق الانامل مالت هذا السن ويا الانامل مالت هذا السن، فراح يصير ان اوفرلاب، ما راح يبين اذا اكو هنا كاريز بسيط، ما راح يبين عندي. شوف هاي بالصورة الثانية شوي هنا حسنوا الهوريزنتال انجوليشن، بس مع هذا لحد الان ما مبين، بس هذا الاوفرلابينج اقل من هذا، بس مع هذا هو بعد ما مبين الراديوغراف الكاريز. زين، من اجوا حسنوه بالراديوغراف الثالثة بين الراديوغراف الكاريز، شلون مبين؟ شوف هسه هذا الخط مالت الانامل شوي هنا صاير بي نوتش وبعدين راجع مكمل، هذا اكو هنا مكان رادي لوسن صاير مو مثل البقية مالت الإنام والواضحات، صايرة فد نوتش وراجعة مكملة. هذا اللي دي نحكي عليه كله يسموه بروكسيمال كاريز. أوكي، فشوف هذا الشيب مالته شلون يصير. فإذا أنا لازم آخذ بايتوك راديوغراف أو آخذ بارلينك تكنيك، بالحالتين لازم يكون عندي الفيرتيكال أنجوليشن زين والهوريزنتال أنجوليشن زين على مود أسوي diagnosis بالدنتال كاريز. شوف هسه هذا الراديو لوسنسي او الراديو اوباسيتي خلينا نقول مالت الانامل مكسوره بهذا المكان، هاي النوتش مالت الراديو لوسنسي، وطبعا دائما من تلقى بمكان 90% تلقى بالمكان المقابله هم اكو كاريز، لان هنا البكتيريا صار بيها ستاجنيشن قاعده هنا براحتها تشتغل،
فمن تشتغل بطريقة تشتغل هذا السن همينة. بشوف هذا همينة الانامل اللي هنا راديو اوباسيتي وراها منقطعة وراجعة مرت الثانية، وهذه الراديولوسنس ايضا من ضمن الكاريز هاي. هسه نيجي نحكي بعد فد شغلات ضرورية. يقول لك الدنتال كاريز هو احنا كنا نعرفه هو بروسيس اوف ديكالسيفيكيشن، وهاي البكتيريا تجي تفرز هذا التوكسين اللي يسوي ديكالسيفيكيشن وديمينرايزيشن، ويبدي ياكل بالستراكشر مالت التوث، وترجع مرة أخرى البكتيريا تفرز توكسين، وهكذا العملية تاخذ وقت يلا تشتغل. بس يقول لك انه اني اعتاز 40 إلى 50% لوز اوف كالسيوم اند فوسفورس قبل لا هذا الديكريز يسوي لي ديكريز بالدنسيتي ويبين عندي بالراديوغراف. يعني المريض اذا صار عنده كاريز وهذا الكاريز بدايته، بحيث هو ما ماخذ 40 إلى 50% من الكالسيوم والفوسفور موجود بهذا المكان، ما راح يطلع عندي بالراديوغراف واضح. لازم أنا يصير عندي ديستركشن بالكالسيوم والفوسفور، وذني يروحن و50% يتفلشن، يلا يبين عندي بالراديوغراف. ليش؟ لأنه أنا عندي قدام هذا المكان، قدامه دنتينو إنامل ووراها ماكو دنتينو إنامل، لأنه راح يغطي على الكاريز. فلازم أنا عندي فد لوز ما بين 40 إلى 50، بعض الكتب كاتب لك حتى لا 60%، يلا يبين عندي راديوغراف. وأيضا الدبث حتى من صار أكو كاريز، يعني إحنا هسه مثلا من هاي الراديوغراف من دا نقول إنه هذا مبين كاريز وطالع راديولوسنت. ليش طالع راديولوسنت؟ لأنه بهذا المكان صار ديستراكشن أكثر من 40-50%، يلا مبين. زين، لما أجي أقول لك وين حدود الكاريز، تقول لي والله دكتور هاي مبينة كأنما حدود الكاريز لهنا. أقول لك هي والله فعليا يجوز أكثر من هذا. ليش؟ لأنه يجوز هذا المكان من هنا لهنا صاير بيه ديستراكشن، بس ما واصل لل40-50% على مود يبين عندي براتيغراف. فلذلك the depth of penetration of carious lesion is deeper clinically than it appears on the radiograph. إذن ال presence بالبداية وال deepness مالتها دائما يكون أكثر مما هو يبين بالراديوغراف. يعني الراديوغراف هنقول بالإنجليزي يسموها under estimate، يعني ما تقيم الموضوع بصورة صحيحة، دائما هو أكثر مما يبين عندي براديغراف. زين، also because the proximal surface of the posterior teeth are broad، هسه أجي أشوفكم صورة، the loss of a small amount of mineral from the incipient lesion may be difficult to see on radiograph. يعني بالإضافة إلى هذا الحكي، إنه أنا الإكس راي من دا تفوت هنا، إحنا الفكرة مالتنا كانت شرحناها بالفصل الأول، انه اي شيء يصير اختلاف بالاتينيويشن مالت الاكس راي راح يفرق بالفوتونات اللي خارجه من السن واصله للفيلم. فهذا المكان اللي دا يمشي بالانامل اللي هو كله انام كله انامل الفوتونات، يعني هذا الفوتون من دا يمشي دا يلقى طريقه كله انامل، راح يطلع هنا تعبان جدا وفاقد كل طاقته. بينما اللي يفوت هنا بهذه المسافه صحيح راح يبقى قدام انامل، راح يلقى هنا فترة مالت استراحة، ماكو في شيء عيقة، راح يرجع هنا شوي يلقى انامل، يرجع يطلع مو كلش تعبان بقدر هذا. هنا اللي راح يصير عندي الاختلاف، هنا الانامل الفوتون اللي واصل لي كلش تعبان ما يقدر يسوي تفاعل، هنا الفوتون اللي طالع شوي اقوى من غيره يقدر يسوي تفاعل. فاللي يفرق عندي ايضا بالكاريز انه اكو قدام الكاريز واكو ورا الكاريز طبقة مالت انامل، وهاي الانامل تغطي على الكاريز.
كل ما كبر هذا الكاريز كل ما يكون أوضح بعد. ليش؟ لأن هاي الطبقة مالت الإنامل راح تبدأ تقل. لحد هنا أنا أكو في شيء ما واضح؟ أكو سؤال معين؟ مادة زين، هذول جو تقسموا اللي هم يسموهم هوجي جوردن اند سليك، دول ب 1977 جو وقسموا الكلاسات مالت الكاريز، يعني مو الكلاسات مالت الاوبراتيف، لا ذني غير شيء، يعني كلاسات خاصات بالراديوغراف سموهن سي 1. سي جاية من عبارة الكاريز، فسموهن سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4. زين، السي 1 سموه انامل كاريز، يعني يصير بس بداخل طبقة الانامل، وسموه مودريت وادفانس وسفير. زين، الانامل كاريز او also called incipient caries، يعني معناته الفيرست ستيج مالت الاكزيستنس، يعني هاي هسه هو ده يبدي بالانامل، وهذا يتطلب انه البنتريشن مالتي يكون less than the halfway through the enamel of the tooth toward the dento enamel junction، يعني ماشيلي مو اكثر من نصف الطريق من الاكسترنال سيرفيس مالت التوث لحد الطبقة النهائية مالت الانامل اللي وراها يبدي الدنتين. اوكي، هذا سموه سي 1. وواحد اجى قال لك لا خلينا نسميه بعد سي 2، معناته هو عابر النص مالت الثيكنس اوف انامل توورد ذا دنتو انامل جاكشن، بس بعده ما واصل للدنتو انامل جاكشن. ليه؟ معناته بعده هو في مرحلة الانامل، لكن من يتطور ويصير ادفانس يعبر مرحلة الانامل بالنهائي كليته يعبرها ويبدي يطب الدنتين، بس من طب الدنتين ما عبر نص المسافة من الدنتو انامال جاكشن لحد ما يوصل للبلب، فهذا معناته هو يعتاد انه هو عبر مرحلة الانامال ووصل نص مرحلة الدنتين. هذا السفير لا، هذا عبر خان النص. شلون؟ عبر الانامال وعبر نصف المسافة مالت الدنتين toward the pulp، وبعد شوي وانا يوصل للبلب. فاذا هم اثنينات هماتين اجي اشوفه بالانامل وبالدنتين. زين، نرجع لهذا الجدول، تشوف هذا السي 1 اللي هو سميناه انسيبينت كاريز بالبروكسيمال يبين عندي، هذا في حالة اذا كان بالبروكسيمال يبين عندي بالراديوغراف على شكل فد نوتش صغيرونه. زين، اذا كان بالاكلوزال واجي اخذ له راديوغراف، تدرون ما يطلع بالراديوغراف. هذا الجدول مهم، هذا الجدول ما موجود بالمحاضرة، فانتبه علي هنا، أنا ممكن يجيك سؤال من هنا بس تفتهمها، بس تفتهمها ما قاعد تحفظها بعد. شوف، بالبروكسيمال لانه عندي المسافة مالت الانامال اللي قدام الكاريز ورا الكاريز مو كلش ثخينة، ممكن يطلع بالراديوغراف. لما شخص عنده انسيبيت كاريز بس مو بالبروكسيمال اريا، بالكلوزر سيرفيس، هذا ما اقدر الكفه بالراديوغراف. ليش؟ لانه قدامه دنتين وانامل هواي وراها ماتين انامل كلش هواي وكسبات وماذا، فما يطلع بالراديوغراف. اذا هذا صاير بالبكال بيت والبكال هذا فشار ذني، هماتين ما يطلع عندي راديوغراف، ما يطلع بالراديوغراف. ليش؟ لان همين قدامي انامل ورا انامل ودنتين وهوس ما يطلع. بالسمت not applicable كاتبين، معناته هو اصلا ما يصير incipient caries بالمرحلة السمنت، يعني root caries خلينا نقول ما يصير بهي الحالة هاي. زين، وما يصير لما التوث ما بي بون لوز، ما تتوقع واحد يصير عنده بون لوز ويصير عنده كاريز. لازم يصير عنده بون لوز يلا يصير عنده كاريز. زين،
بعد هذا وين الكفه؟ اذا واحد عنده كاريز وبالاكلوزر سيرفيس او بالبكال او لينجوال سيرفيس، وين الكفه؟ شلون؟ من يقول لي؟ technical examination. كلينيكال اكزامينيشن. كلينيكال اكزامينيشن يبين، اجي اشوف مرور بواب وضوء، اقدر الكف انه عنده هذا كلوزر سيرفيس، عنده كاريز لو بالبكال. بالمودريت لان هنا كليتين هنا يبين انه كلينيكالي، بس هذا بين كلينيكال بين بين راديوجرافيكالي. المودريت راح تجي تشوف فد تراي انجل، صار الموضوع الابكس مالتها رايحه باتجاه الدنتو انامل جاكشن، والبيز مالتها للاوتسايد. زين، وتبين عندي بالراديوغراف، بس اذا صارت بالكلوز سيرفيس او البكال سيرفيس همينة متبين عندي. بس من يصير الموضوع الى ادفانس، لا راح يبدي يبين بالبروكسيمال اريا، لان صار البون لوز شوية كبير، وراح يبين عندي بالاكلوزر سيرفيس، راح يبين على شكل فلات راديولوسنت لاين جوا الانامل، وراح تشوفه بالبكال سيرفيس راح تشوفه على شكل فد دويرة، وهاي الدويرة صايرة فوق البالب شامبر المشكلة، فلازم تميزها عن البالب شامبر وتقول انه هذا عنده بكال او لينجوال كاريز. بحالة السيفير راح يبين بالبروكسيمال، اذا البروكسيمال كلية يبين بيهن، بس الكلوزال لا، همين راح يبين على شكل راديلوسين ديتكتد عند دنتين بلو ذا الكلوزر انامل، وبالبكال او لينجوال همين راح يبين عندي. زين، نجي هسه راح نشوفه. هذا هسه الانسيبيانت كاريز، شلون عرفته؟ صاير بالانامل على شكل نوتش بالراديوغراف، بس هاي النوتش واصلة لحد نص المسافة مالت الانامل. هذا اللي هنا المودريت، لا، وصل عبر مرحلة الانامل نص المسافة، بعد شوي يوصل للدنتا انامل جاكشن. الادفانس اجى عبر الانامل كليته، وصل للدنتا انامل جاكشن، هذا اثنين بعد ما واصل، هذا لا وصل، او طبعا في حالة البروكسيمال، او اذا كان في حالة الكلوزر سيرفيس عبر الانامول وطب شوينا على الدنتين، هذا هنا ايضا عبر الانامول وطب شوينا على الدنتين، هذا كله تسموه ادفانس. السيفير لا، عبر الانامول وعبر الدنتين وعبر نص المسافة ما بين الدنتين او الدنتو انامول جاكشن للبالب، بحيث عبر نص المسافة بعد شوي يوصل للبالب، هذا سميناه سيفير. فإذا نسمي لي يا إما incipient moderate advanced severe، أو تقول لي يابا هذا C1 هذا C2 هذا C3 هذا C4، هيجي بالراديوغراف يبين incipient notch، هاي النوتش. moderate هاي التراينجل، بين عندي التراينجل. ادفانس عبر الانامل، وهنا طبعا دائما الكلاسيكال شيب مالت الكاريز الشيء المعتاد عليه احنا نقول اللي هو شكل على شكل تراينجل، هذا تراينجل البيز مالته توورد ذا اوت سايد اند ذا ابيكس توورد ذا بالب، وبعدين من يوصل للدنتو انامل جاكشن يرجع يسوي لي مثلث ثاني البيز مالته بالدنتو انامل جاكشن والبيز مالت والابكس مالته توورد ذا بالب اولسو. والسيفير نفس الشيء، هم هذا تراي انجل ورجع سوى لي بيز ثانيه، وبعدين رجع سوى لي تراي انجل ثاني باتجاه البالب. اوكي زين، اكو بعد كلاسيفيكيشن ثاني اللي هسه احنا حكيناه ضمنا، اللي هو بروكسيمال، يعني معناته صاير بالميزيال والديستنس سايد، اللي هو هذا في يعني ما راح يكون يبين واضح
زين. اكو كلوزر سيرفيس، اكو بكل اور لينجوال، اكو سيمنتال يعني يسموه روت سيرفيس. العفو، هذا البروكسيمال كاريز اللي هو يبين كليتهم بالراديوجراف، بس هذني من يصيرن بالهذا بالتوث ما راح يبينن في حالة انه اخذنا الراديوجراف. لازم اعتمد على الكلينيكال اكزامينيشن بالديتكشن مالتهم، خصوصا هذا الروت سيرفيس. مبين ذاك وين يصيح لك من تفتح حلق المريض وتفحصه، ما يعتاز لراديوجراف. اي يعني بالاساس ما يعتاز لراديوجراف. هذا البكل واللينجوال كلش ضروري تتباوع بعينك، مو شرط انه تاخذ راديوجراف. الكلوزال ايضا، البروكسيمال الوحيد اللي ما راح يبين يجوز بالكلينيكال اكزامينيشن مثل ما شفنا باول صوره، واللي يعتاز ضروري انه اخذ له بايت وينك راديوجراف. زين، نرجع على حكايتنا مالت الأربعين والخمسين بالمية اللي يصير بيها بون لوز، يلا الدنتين لوز يعني يلا، أو دي كالسيفيكيشن أو دي مينراليزيشن، 50% يلا يبين عندي راديوجراف. هواية تشوفون إن الطلاب مثلا يجي ياخذ لك راديوجراف يقول لك والله أريد أشوف الكاريز واصل للبالب لو ما واصل للبالب. أول شيء تقول له أنت ماكو داعي تاخذ هاي الراديوجراف. ثاني شيء انت فحصته وشفته ديب كاريز. وثالث شيء تقول له انه انت عندك البنتريشن او الديبنس مالت الكاريز هو اكثر مما يطلع بالراديوجراف. انت حتى لو اخذت الراديوجراف ما راح يبين لك الشيء الحقيقي. فانت هذا شلون تعتمد؟ تعتمد على الهيستوري مالت المريض. ما عنده شارب بين، ما عنده نايت بين، وبدون سوالف في الحرارة والبرودة. وإذا تريد تاخذ راديوغراف بس على مود انه تعرف ماكو برايفيكال ليجن. اما اذا اخذ راديوغراف على مود اعرف الكاريز واصل للبالب او لا، عندي بروب ومرر اقدر افحص فيهم. زين، ويا خلوا بالكم الكاريز may be categorized as recurrent اللي حكينا عليه اللي يصير جوه الفيلنج، rampant يعني هذا اللي يمشي بسرعة دائما يصيب ذن الديسيدوس تيث الانتيرير تيث ديسيدوس تيث بين يمشي ياكل بسريع سريع بالسن، or arrested صار اكو كاريز بس صار شفتنج بالانفايرومنت مالت المريض. بحد كان قبل ما يفرج ومهمل اسنانه وهسه فجأة اهتم باسنانه ورجع يفرج، فكان اكو عنده كاريز بس صار بيه arresting. Radiographs are often prescribed to detect proximal surface caries. ليش؟ لأنه ال occlusal, buccal or lingual and cemental caries are more readily detected clinically than with radiographs. In fact, early, incipient and moderate في حالة ال occlusal يعني هذا الانسيبينت والمدرت مثل ما حكينا ذيك هسه، في حاله الاكلوزال والبكال واللينجوال والسمنتال كاريز often do not show up on radiographs even though this may be detected clinically. However, advanced and severe occlusal, buccal, lingual, cemental caries وبالاضافه اكيد البروكسيمال كاريز will appear radiographically. So it is important that the radiographer recognize this. أي لا تتعجبون. Detecting proximal surface caries is the main purpose of the bite wing radiograph. هاي العبارة ممكن تجيك صح وخطأ. ال proximal caries هو ال main purpose of detecting of taking bite wing radiograph. Carefully positioned periapical radiograph exposed using the paralink technique خصوصا وتحديدا مو bisecting technique paralink technique are also valuable in detecting proximal surface caries. يعني اذا يجيك سؤال يقول لك مثلا انت ما قدرت تاخذ paralink technique
وجاك المريض ما خلى اكل بلت مالته صغيروني وما ادري شنو، وما قدرت تاخذ فرن تكنيك. بهاي الحاله شو تسوي؟ تاخذ بايسكتنج تكنيك؟ من يقدر يجاوبني؟ طلاب نايمين. دكتور عيد على السريع. اي ده سنة وبس انت قاعد وياي؟ عندي عشرة لا دكتور يا وياي اكيد. عباس عليكم. وياك هي وياك دكتور وياك. ها، احنا قلنا انه بعض الناس، مو كل الناس انا اقدر اخذ لهم بارالك تكنيك. يجيني واحد عنده شيلو باليت ما اقدر اخذ له بارالك تكنيك، بيجي حاله شو اخذ له العدل؟ بايت وينك بايت وينج. بايت وينج اقدر اخذها لكل الناس، ماكو في شيء من يعني، فاخذ بايت وينج تكنيك. سم براكتيشنر بريفيرت هاي كونتراست ايمج، هاي في حاله انه عنده كيلو فولت اقدر اتحكم بيه. فشي يسوي؟ اكو بعض الناس يقول لك انا افضل انه اقلل الكيلو فولت مالتي على مود اسوي ديتكشن للدنتال كاريز. شنو السبب؟ وطبعا هنا انا كاتب لي الراديوغراف ديتكت مور بروكسيمال سيرفيس كاريز ذان كلينيكال اكزام الون. اكو بعض الاطباء يقول لك انا افضل انه اسوي الكيلو فولت مالتي شوي اقلله، بدل ما 70 اسوي 60. ليش هاي العمليه يسويها؟ يسويها على مود يقول لك انا ازيد الكونتراست. شنو ازيد الكونتراست؟ يعني معناتها الفرق ما بين الشيدات، ما بين الوايت والجسمه والبلاك، هذا الفرق شوينا ازيده. زين شلون ازيده؟ انا اصلا اضعف الفوتونات اللي طابت لي، بدل ما طابت لي بطاقه 70 اسويها طابت لي بطاقه 60، فهي الطب اصلا شوينا ضعيف. من يصير بيها بالطريق امتصاص بالانامال اذا اكو كاريز، راح يصير امتصاص شوي انه يبين اكثر، مو مثل ما الفوتون جاي بعده بحيله ابو 70 ويطب يلقى كاريز شوي انه ما ياثر عليه. لا هذا يطببوه هو اصلا الفوتونات شويه اضعف، حتى بالطريق يلقى كاريز راسا يضعفه بعد بالزايد يبين عندي بالراديوغراف اكثر. بس هذا في حاله انه هو الجهاز مالته يسمح انه انا اغير الكيلو فولت. غير هذا كل شيء ما اقدر العب، لا اقلل الاكسبوجر تايم ولا اقلل غير شيء. زين الكلينيكال اكزامينيشن از بيتر ات ديتكتنج ايرلي اوكلوزال بكر لينجوال اور سيمنتال كاريز. الديبث اوف ذا كاريز بنتريشن از ديبر كلينيكال ذان ات از ابير اون ذا راديوغراف. الراديوغراف دائما تخبرك بالشيء القليل، هو ازيد من هذا. طبعا بعد دخول الديجيتال راديوغراف صار كل اشي واضح، بنت تاخذ راديوغراف بايت وينك وتفحص المريض، لانه الراديوغراف هي الكواليتي مالتها زادت كلش هواي، العرض مالتها صار كلش حلو، تقدر تشوف المريض وتقدر تغير الريزوليوشن وتقدر ما ادري شنو هو، والانامل كلش واضح عندك، فكلش الشغلة ايزي كلش. زين طبعا قاموا ايش يسوون؟ هسه اكو دي يسوون تجارب انه يستخدمون في شيء يسموه الارتفيشال انتليجنس. هذا شنو هو؟ هذا انت تعطي الصورة للجهاز، الجهاز يقول لك اكو كاريز او لا، هو يحدد لك اياه بالمربع ويخلي لك اياه مثل ما هسه هذا. بس هذا بعد ما يعني مو كلش متقدم، يعني بعد ما ملبلب ودريد يجينا، لا يعني بعد في قيد الانشاء. وطبعا مو بس هذا، اكو بيه هواي امور، اكو تدخلات بالارتفيشال انتليجنس. هذا شنو؟ يجي يعطي يقول له مثلا هاي الحدود مالت السن، الحاسبه هي تفحص الدنسيتي اللي جاي على شكل بيكسلز موجوده، شقد هنا الارقام مالت البيكسلز، هاي الحاسبه تفتهمها. فتجي اذا شافت البيكسلز بهذا المكان اقل، بس شرط انه تعرف انه ماكو اوفرلابينج، تعرف انه هذا الحدود مالت السن ما رايحة زايد،
ما طابه بالدنتين ولا راح لي برا. فرأسا هي تحط لك علامة على المكان، تقول لك اكو كاريز، بعد انت ما تتعب نفسك وتدور بعينك وتقول وين الكاريز، هي تقول لك الحاسبة هذا السن بي كاريز، بس هذا بعده في حالة تطور لحد الآن، ما يعني ما مثبت ولا يعني كوميرشال افيلابل. زين، هذا هسه الاوكلوزال كاريز. وهنا يبين هذني هسه عندك بروكسيمال كاريز، هذا بروكسيمال كاريز، هذا هسه شوف مكمل انامل وطاب بالدنتين، هذا لا عابر لي او يريد يعبر نص المسافة لحد ما يطلع اللي كنا نحكي عليه ليش هسه. هو هذا شوية اكو قلة في الراديولوسنسي اللي بالدنتين جوا الكلوزال سيرفس، فاذا يراد له شوية شارب ايز، عيون ما تصقر حتى تلقفه زين، ويريد لك العرض مالتك انه انت بالغرفة ما عندك ضوء كلش قوي وراك، الضوء اللي وراك خافت، وقدامك لايت خفيف تحط عليه الفيلم حتى تقدر تلقف الكريز بوضوح. اوكي، هذا اكلوزل، بس هذا راح يصير محساب كلاس 4 او اللي هو سيفير كاريز، معناته عابر بنص المسافة ويريد يوصل للبال. زين، هذا اللي احنا جينا قلنا عليه باكل اور لينجوال كاريز، باكل اور لينجوال كاريز هيك يبين كأنما راديو لوسنسي بنص هذا المكان. هو بالاصل كان وين؟ يا اما بالباكل سايد باكل بيت، او مرات حتى يصير باللينجوال بيت. زين، مثل ما مثل هذا تقول هسه دكتور هذا كل صعب انا اشوفه، شلون اعرف البالب تشامبر من الكريز؟ البالب تشامبر دائما هذا يصير هيجي على شكل طولاني، اما هاي الدويرة هاي معناته اكو باكل اور لينجوال، ما اقدر اعرف باكل اور لينجوال كريز. اذا صار هنا بهذا المكان راح يصير فوق راح يبين واضح، لانه هنا عندي بالب هون، هنا بالب هون، هاي اكو ديبريشن جواها، هنا يبين البكال بيت. اما هنا لا، شوف شلون صاير دويرة، هذا معناته بكال اور لينجوال كاريز. الروت كاريز فتشي جوا الانامل ياكل بالروت، بس دائما قلت لكم لازم اكو بون لوز. شوف هسه هذا المكان اكو هواية بون لوز، حتى هنا نعم اكو بون لوز. شلون اعرف تقول دكتور اكو بون لوز؟ احنا قلنا انه جوا الانامل، نهاية الانامل يعني السمنتو انامل جاكشن من اليمين، هو هذا الليفل الطبيعي مالت البون، مثل هسه هذا، مثل هذا من هنا لهنا من اليمين او اقل، بينما هنا لا. هسه لو اريد اقيس المسافة من هنا هاي نهاية الانامل لهنا، هاي بيها في 4 5 6 مليمات. بهذا المكان اللي بيه بون لوز اتوقع هو يصير عنده روت كاريز. شلون باين عندي روت كاريز؟ هاي هماتين نوتش بالاوتلاين مالت الروت. اوكي، هذا معناته عنده روت كاريز. هنا أنا بعده ما صاير، بس هسه راح يصير، بس هنا أنا صاير عنده روت كاريز. دائما ما يجيك المريض ويشكو من سن او دازي على سن معين، مو بس تباوع على هذا السن بي كاريز او لا، you should looking to the others اللي موجودات، تشوفن كليتهن اكو كاريز. زين، ودائما نخلي بالنا انه اكو اشياء تحفز على الكاريز. مثلا واحد عنده بون لوز، افكر انه دائما ممكن يصير عنده روت كاريز. واحد عنده امباكت التوث، اتوقع انه هنا يصير عنده كاريز لان هذا المكان ما راح يتفرج زين. واحد عنده كراودينج، همانتنا اتوقع انه يصير اكو كاريز بالمكان، ليش؟ لانه ما يقدر يفرج زين. زين، واحد عنده اوفر هانك، اتوقع دائما يصير عنده ريكيرنت كاريز، ليش؟ لانه هذا المكان همينه ما يقدر
يفرشه زين وينظفه زين، والبكتيريا دائما موجودة جوا الأوفر هانج، فممكن يسوي لي ريكيرنت كاريز. زين، فأنت تقعد تباوعهن تفحصهن كل يوم، soon or later you will find the caries. هذا ال recurrent caries. أي حفلنج شفتها بعينك رأسا روح دور جواها، شوف أكو راديولوسنسي، هاي راديولوسنسي منا، طبعا راديولوسنسي بادية منا أنا لهنانا، هذا كله تكاريز. طبعا هذا من تجي تفحص المريض بعينك تشوف الكلينيكالي، هاي الراديوغراف كل شي ما بيها، والفلن كل شي ما بيها من فوق مبينة، والامور اوكي. من تجي تاخذ راديوغراف تلقى الامه كلها جواها كاريز، اذا هاي الفلن لازم كلها تتبدل. اوكي، هذا اكو مسوي له فلن والامور اوكي جوا الفلن، بس هنا اكو كاريز لان هاي راديولوسنسي اكو هنا. زين، وهذا المريض تلقاه دائما اكو هنا اكل يحشر، ورا كل وجبه يقعد يدخل خيوط الدنيا كلها على مود ينظف السن، فلذلك هم صار عنده هنا ريكيرنت كاريز، هم هنا صار عنده بدايه كاريز. هذا اصلا قولت عادل امام الفرحه طيرت عيني تماما، هذا هنا لا، الكاريز ماكل اسنانه كليتهن، حس صاير بالابيكال ليجن، لانه الكاريز واصل للبلب تيشو وانفيندينج ذا ابيكال اريا، وصار عنده راديولوسنسي. زين، نيجي نحكي الحكي مالت الكتب اللي هو كونديشن ريزامبلينج كاريز. اكو اشياء تشبه الكاريز بس هي مو كاريز، هاي قبل كنا نشوفها، هسه بعد ما تشوفها نهائيا نهائيا ما تشوف، اللي هي نون ميتاليك ريستوريشن، يعني قصده كومبوزيت. الكومبوزيت مال ايام قبل هيك كان يبين، من تباوعه كانه هو راديو، يعني راديو لوسنت يطلع كانه ما كاريز، بس هو مو كاريز. زين، وفتشي حكيناه بالفصل الاول ايضا كلش مهم، اللي هو سيرفايكال بيرن اوت، اللي هو شي يصير، يصير ديبريشن بهذا المكان، فيصير ديكريز بالابزوربشن مالت الفوتونات، فيطلع عندي مكان راديو لوسنت. طبعا هذا كلش ضروري لما انت خصوصا بهذا المكان، مثلا هسه هو جوا فلنك، شو تقول؟ تقول هذا ريكيرنت كاريز دكتور، ايش مدري شلون عرفت؟ والله انا اجيت شفته اول شيء هو بهذا المكان اللي هو اغلبيته يصير بهذا المكان، اللي هو ما بين السمنت الدنتو انامل جاكشن، او العفو السمنتو انامل جاكشن والحد الليفل مال البون، بس هذا المكان مالته يطلع سيرفايكال بيرن اوت، يعني ماكو سيرفايكال بيرن اوت هنا ولا بالروت، هنا بس بهذا المكان. وين اكو ليفل مال البون؟ من هنا بدايته، وين نهاية السمنتو انامال جاكشن؟ هاي نهايته. زين، شي يطلع؟ طلع شكل راديو لوسنت، بس البوندري مالت التوث مبينة، يعني هسه هذا الجدار النهائي مالت السن بعده ما بي شي، اقول هذا سيرفايكال بيرن اوت. ذيك هسه هذا هنا متفلش الجدار النهائي مالت التوث، والرادولوسنسي كلش واضحة سودة هنا، لا شوف انتبه لها مو كلش واضحة. اذا هذا اقول سيرفايكال بيرن اوت، هذا ايضا اقول سيرفايكال بيرن اوت. شنو سببه؟ سببه هنا اكو ديبريشن بالتوث، هاي الديبريشن مالياتها القامة مالياتها البون، من تجي تفوت الفوتونات تلقى هنا الابزوربشن يصير اقل عليه، فتطلع عندي راديو لوسنت. فاذا هذا كلش اخليه ببالي، اول شيء اخليه ببالي. خلصنا، بس بعد شوي اكو فشي يسموه ماتش باند افكت. هذا شنو هو الماتش باند افكت؟ هي في الظاهرة صورية، خلينا نقول هاي الظاهرة بروديوس، هاي طبعا مو فكتياس، فكتيتياس
radiolucent area and dentinal peaks bounded by the occlusal and proximal enamel seen especially in the premolar area and molar area. شنو يعني؟ يقول لك هذا المكان من يصير عند السن المريض مسوي مثلا فولنج هواية وكليتها طالعة راديو اوبيك، دائما المكان العين تخدعك انه اكو فد شي راديو لوسنت خط جوا الانام جوا الفولنج، بس شرط انه هذا المريض مسوي فولنجات كلش هواية مثلا او عند الانام كلش راديو اوبيك طالع، بحيث يبين عندي. هذه الفقرة اقراها بس يعني فهمها شوية صعب، يعني قلت بالانترنت تلقاها طلع لك اياها. بالانترنت اكو فد صورة مسوي لك هيجي فد مثل المنشور فد شي مثلث هرم، شلون الهرم وخالك يا طبقات من راديو اوباسيتي، فدائما ما بين طبقة وطبقة تشوف اكو خط راديو لوسنت، هذا الشيء العين توهمك انه هو موجود بس هو مو موجود، فهي فالظاهرة بصرية بس هي ما موجودة بس انت تشوفها، خصوصا من يصير اكو فد فارق ما بين لونين ابيض واسود مثلا او ابيض ورمادي فاتح، هذا راح يخليك انه تشوف اكو بالوسط اكو فد خط اسود هو مو موجود بس هي ظاهرة تخدعك، فاذا لا تركز عليها هواية هاي المسألة، بس تركز لي على سيرفايكال بيرن اوت لان هذا مهم جدا وهو نشوف. هسه نرجع نعيد على السريع، الكاريز مقسمي الى C1 C2 C3 C4، هذا بداية الانامل، هذا شوي نض عابر الانامل ما واصل للدنتين، هذا واصل للدنتين، هذا عابر الدنتين راح يوصل للبلب، نفس الوقت مقسمين اياهن الى شكل كلوزر و مقسمين على شكل بروكسيمال ومقسمين على شكل باكال اور لينجوال كاريز ومقسمين على شكل ريكانت كاريز مقسمين ايضا على روت كاريز وريكارنت كاريز. الكاريز ما يبين عندي الا لما اعبر 40 50 بالمية ديمينرالزيشن، يلا يبين بالراديوغراف. الراديوغراف اللي يعتمد عليها البايتونج بالدرجة الأولى والبرابيكا راديوغراف في حالة انها كانت بارالينج تكنيك، البانوراميك تكنيك ما اعتمد عليها. ليش؟ لان بيها اوفرلابينج هواي، بيها سوبر امبوزيشن اوف اذر ستراكشر اللي تمنعني، وهسه نجي بعدين بيها بالبانوراميك فما اعتمد عليها هواي. اكو احد عنده سؤال؟ لا دكتور على شهادتك. اوكي، وكلش ضروري انه انت تسوي ديتكشن للدنتال كاريز على مود انه انت تشتغل، المريض ما يدري انه اكو عنده كاريز او لا، انت راح تقول له، فانت تجي اول شي تفحصه كلينيكالي، شكيت بشي روح اخذ له راديوغراف برا، لا برا من يروح المريض من مريض من طبيب الطبيب مثلا ياخذ الريكورد مالته وياه مثلا اذا يريد يروح الطبيب ثاني، فهذا اول ما يطب للعياده يجي ياخذ له بايتونج بكل اسنانه حتى اول شيء يعرف الفرنجات اللي مسويها زيانات لو لا، حتى يعرف انه اكو عنده بروكسيمال كاريز او لا، الباقي راح يشوفه بعينه كليكال كلوزال باكال روت كاريز راح يشوفه بعينه، اما البقيه راح يبينه بالراديوغراف، فاذا عندهم المريض من يتنقل لازم ويا راديوغراف مالته، بالراديوغراف مالته راح تسهل لك انه اذا اكو بروكسيمال كاريز انت ما شفته تلك فراسه، بتسوي ريكورد يمك تسجله، انت هسه دائما من ان شاء الله تفتح عياده تخلي لك بحاسبه، مثلا انت جيت فحصت المريض سجل الاسنان اللي مسوي ساب كلياتهم يمك، اللي سوالهم فولينج سجلهن واللي ما سوالهم اقف قدام الفراغ المكان مجال فارغ، حتى شنو من يجيك مرة ثانية إذا أكو سن ثاني متسوس تعرف إنه هذا في شيء جديد صار عنده، واللي سجلتهن المكانات مالات مثلا
وين صارن، وين هسه اصبحن، ايش قد كان الديبنس مالتن، هسه ايش قد ماكلات بالسن. هذني يسهلن عليك انه المتابعه مالت المريض. بالنهايه المريض ما يجيك الا اذا صار عنده الم. ماكو واحد يجيك يقول لك تعال سوي لي والله عندي بروكسيمال كريز بدايته، تعال سوي، اذا ما صار عنده الم ما يجيك. اوكي ناوي كارليز، احنا خلصنا المحاضرة، اختو راح تكون؟